عليكم. اليوم نعرفوكم بأكبر مول في الجزائر وثالث أكبر مول في إفريقيا واللي سوف ينشأ في عنابة، وهذا التصنيف بحسب يعني المساحة نتاع التسويق المعروضة للتسويق اللي تبلغ حوالي 100,000 متر مربع. إذن هذه هي المواصفات العامة نتاع المول هذا والشكل ديالو. نشوفوه هنايا في الصور نتاع اللي راهي معروضة في الفيديو هذا. وللعلم أنه هذا المول هذا سوف تنطلق الأشغال به حسب يعني حسب المستثمرين نتاعو، سوف تنطلق الأشغال به في نهاية السنة هذه 2023، وسوف يقع إذن في منطقة بونا، اسمها بونا، بالقرب من الآثار الرومانية الموجودة في عنابة، وكذلك بالقرب من كاتدرائية سانت أوغستان التي موجودة كذلك بعنابة. إذن وسوف يشغل بعد الانتهاء منه يشغل 1500 عامل في كل أجزاء المول هذا. إذن وهذا أقل ما يمكنه أن ينجز في مدينة كعنابة بعد ما كانت محاولات كثيرة منذ أكثر من 15 سنة لبناء مولات كبيرة كان فيها عدة مشاريع كانت مسمع إنشاؤها في مدينة عنابة إذن منذ هذه السنين، لكن لم يعني يسحب الحظ في إنشاء مولات كبيرة على غرار الجزائر وعناب وقسنطينة ووهران. إذن هذا هو المشروع اللي كان ينتظر فيه الساكنة تاع عنابة، وإن شاء الله ينطلق كذلك المشروع نتاع التراموي نتاع عنابة، وزوج مشاريع هادو أكيد بالأكد المؤكد سوف يحولون مدينة عنابة إلى مدينة متروبولية يعني متوسطية بكل المقاييس. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.